أسعد الله أوقاتكم مشاهدين هذه الأشرات الأخبار من قناة الغد المشرق. أفاد مصدر عسكري باندلاع مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية عند البوابة الغربية لمدينة تعز، حيث كانت تسعى الأخيرة إلى إطباق الحصار على المدينة، مشيرا إلى مقتل وجرح العشرات من الجانبين خلال هذه المعارك. لا هدنة ولا هدوء هنا في محافظة تعز، لم تلمس آثار الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة رغم ذكر اسم المدينة في أحد بنودها. عادت المعارك إلى أشدها من جديد بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية. جبهة الضباب الواقعة عند البوابة الغربية للمدينة كانت ميدان المعركة الأعنف بين الجانبين. شنت الميليشيات الحوثية هجوما واسع النطاق على مواقع القوات الحكومية في تباب الكربة والذئاب والمضيض في منطقة ميلات بمديرية جبل حبشي. عقبته معارك دارت روحها أكثر من 10 ساعات واستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. تقول القوات الحكومية إنها صدت أعنف هجوم للميليشيات الحوثية صوب منطقة الضباب. بحسب مصادر هذه القوات، سعت الميليشيات الحوثية إلى إطباق الحصار على مدينة تعز والسيطرة على البوابة الغربية المؤدية إلى العاصمة عدن عبر طريق وعر، لكن وحدات القوات الحكومية هناك تمكنت من صد الهجوم. المعارك هذه أدت إلى مقتل أكثر من 23 عنصرا من ميليشيات الحوثي وإصابة 30 آخرين، بينما قتل أكثر من 10 من أفراد القوات الحكومية وجرح آخرون. الحكومة اليمنية قالت إنها تنظر إلى الهجوم الحوثي كمحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية وإطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة فعلا منذ 7 سنوات. وتعهدت الحكومة بعدم السماح للميليشيات الحوثية في استغلال الهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين، محملة الميليشيات الحوثية عواقب التصعيد. بينما أعلنت اللجنة العسكرية الحكومية المشاركة في المحادثات الجارية في العاصمة الأردنية عمان تعليق المشاركة في الاجتماعات حتى إشعار آخر. اللجنة قالت إن هذا التعليق يأتي نتيجة قيام الميليشيات الحوثية بشن هجوم عسكري في محافظة تعز يستهدف إغلاق آخر شريان للمدينة، وفي ظل استمرار الخروقات اليومية للهدنة، داعية المبعوث الأممي إلى أن يوضح للعالم حقيقة التعنت الحوثي وتملصه من التزاماته بالهدنة الإنسانية. هذا ودعت منظمات حقوقية محلية ودولية ميليشيات الحوثي إلى فتح الطرق الحيوية في تعز على الفور لمنع المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية الخطيرة. التفاصيل في هذا التقرير. يسارع المواطنون على مدار سنوات انقلاب الميليشيات الحوثية الشكل المغاير من الموت من خلال الطرق الوعرة والتكسيرات التي شلت الحياة وخلفت العديد من المآسي. ورغم كل ذلك، لا يزال التعنت والرفض من قبل الميليشيات قائم لفتح هذه الطرق، حيث أبقت من خلاله السكان في عزلة شبه تامة ل7 سنوات. الأمر الذي دفع 16 منظمة دولية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش إصدار بيان مشترك تطالب فيه الميليشيات وتندد بضرورة فتح الطرق الحيوية في تعز وحولها على الفور وإعادة حرية التنقل لجميع المدنيين لمنع مزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية الخطيرة في تعز. بيان المنظمات الدولية أشار إلى أن هذا التعنت من قبل الميليشيات أعاق تدفق السلع الأساسية والأدوية ووصول المساعدات الإنسانية إلى سكان المدينة، وجاء في نص البيان بأنه يجب على الحوثيين ضمان مغادرة جميع المدنيين بأمان من أي منطقة معرضة لخطر محتمل، وأن تكون أي قيود على حرية التنقل مؤقتة فقط ولأسباب تقتضيها الضرورة العسكرية الملحة نظرا إلى الهدنة المستمرة. وكما شددت المنظمات على الميليشيات بضمان حرية التنقل الآمن لجميع العاملين في المجال الإنساني وتسهيل إيصال الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المواد والخدمات الأساسية إلى المدنيين في المدينة وجميع أنحاء المحافظة. وحث البيان ميليشيات الحوثي على ضمان الوصول المستدام والآمن لجميع المدنيين اليمنيين على الفور عبر الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة تعز ومنها
جدير بالذكر بأنه منذ سريان الهدنة في أبريل الماضي عرقلت ميليشيا الحوثي المساعي الأممية والدولية لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، ورفضت الميليشيات مقترحات المبعوث الأممي خلال جولة المشاورات التي عقدت برعايته في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة الماضية. تواصل قوات الحزام الأمني في محافظة أبيان محاربة التنظيمات الإرهابية ومداهمة أوكارها، حيث تمكنت قوات الحزام الأمني في دلتا أبيان من مداهمة وكر للتنظيم الإرهابي بالقرب من منطقة قرن الكلاسي، وحصلت على أدوات تفجير وأحزمة وعبوات ناسفة ومواد شديدة الانفجار. وتشارك قوات الحزام الأمني ضمن قوات عملية سهام الشرق لتحرير كامل تراب أبيان من تواجد تنظيم القاعدة والعناصر الإرهابية. هذا وتستمر عمليات حملة سهام الشرق الأمنية لتأمين مديريات محافظة أبيان، وذلك بالتنسيق مع القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة. عدسة الغد المشرق رصدت آراء المواطنين حول الحملة ومدى تأثيرها الإيجابي في تأمين المحافظة. الخطوة الجبارة التي قامت بها القيادات العسكرية والأمنية هي خطوة تاريخية مهمة ومتميزة في حياة شعبنا الجنوبي، ولأننا لأول مرة فعلا نؤكد أن التصالح والتسامح والتضامن الجنوبي هو مبدأ رئيسي في حياتنا وفي نضالاتنا وفي نضالات ثورة شعب الجنوب التحررية. لذلك نحن نشعر بفخر واعتزاز أن قياداتنا العسكرية والأمنية وصلت إلى هذا المستوى. هكذا عبر أبناء محافظة أبيان عن ترحيبهم وارتياحهم لحملة سهام الشرق الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة الجنوبية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية والعسكرية المتمركزة في مديريات شرق أبيان، وذلك لتأمينها من خطر انتشار الجماعات الإرهابية وميليشيات الحوثي الإيرانية وقطاع الطرق. الكل يرحب بهذا، ونشكر القيادة العسكرية بقيادة عبد اللطيف السيد ومختار النوبي وابو مشعل وقيادة أبين كامل على هذا العمل الجبار الذي يخدم التصالح والتسامح في أبين، ونحن أبناء أبين نؤيد هذه الخطوة كمواطنين، ونتمنى لاخواننا اللي عدم في اللي ما اذى عليهم ان يعود الفرصه، لان الجنوب يتسعد الجميع ونحن معهم والى جانبهم وبقيه الرئيس عيدروس الزبيدي. يجب نتوحد، نوحد صفنا، نوحد كلمتنا، نضع يعني نظره بعيده كيف ان نعمل من اجل الاجيال. ابين ولاده للرجال، ابين ولاده للزعماء، أبين ولاده للشعراء، أبين ولاده للمثقفين، أبين أيضا اليوم أشاهدها ترتفع فوق جراحاتها ليغرد طيور أبين مع بقية طيور الجنوب. وانطلاقا من مبدأ التصالح والتسامح بين أبناء الجنوب، شددت القيادات السياسية بأبين على أهمية رص الصفوف وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية ودعمها لحفظ الأمن والسكينة ونبذ الخلافات الجانبية. نحن هنا في محافظة أبين وفي قيادة المجلس الانتقالي نشعر بالارتياح لما تم إنجازه، ونفخر كثيرا بعودة أخواننا من القيادات العسكرية والأمنية المتواجدين اللي كانوا في شغورة سابقا، وهم أخوة لنا، ويعتبر هذا إنجاز ومن انتصر فيه الوطن. وأبيان ستكون في المقدمة في الاصطفاف الجنوبي، وأبيان دائما يعني تحقق الانتصارات وهي السباقة في أن تكون لها يعني الأسبقية في مثل هذه الخطوات الجريئة. رسالة أبيان هي رسالة السلام، ورسالة أبيان هي الانطلاق نحو بناء هذه المحافظة والوطن بكاملة. نبارك هذه الخطوة ونؤكد وقوفنا إلى جانب هذه القوة الجنوبية التي التحمت وطبعا وضعت حدا لكل أهداف الأحزاب اليمنية التي كانت تسعى إلى خلق الفتنة والقتال بين أبناء الجنوب الواحد. وبهذه الخطوة يؤكد أبناء محافظة أبين جميعا رجالا ونساء ومواطنين وقيادات عسكرية وأكاديمية، يؤكد بأن محافظة أبين لا يمكن أن تكون إلا جنوبية.
حملة سهام الشرق التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزويدي لاقت تفاعلا كبيرا في أبيان واستقبال شعبي في كل المناطق التي وصلت إليها وتم تأمينها. ارتياح شعبي في محافظة أبيان من آخر التطورات العسكرية والأمنية، وذلك من خلال توحيد الجهود وتثبيت مبدأ التصالح والتسامح الذي قامت به القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة. لقناة الغد المشرق عثمان عامر، أبيان. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقال الجنوبي عيدروس الزبيدي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة العميد علي أحمد الجبواني، واطلع الزبيدي على مستجدات الأوضاع في محافظة شبوة وجهود قيادة المجلس الانتقالي والسلطة المحلية في المحافظة لتطبيع الحياة وترسيخ الأمن والاستقرار. وأشاد الزبيدي بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة المجلس الانتقالي في شبوة جنبا إلى جنب مع السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالشيخ عوض ابن الوزير العولقي ومشايخ ووجهاء شبوة وأبطال القوات المسلحة الجنوبية وأبناء المحافظة كافة. شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي على ضرورة اتباع آلية ناجعة فيما يخص اختيار المستحقين للمنح الخارجية بما يضمن حصول الطلاب المتفوقين على حقهم في الابتعاث الخارجي. وأكد الزبيدي خلال لقائه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي على أهمية إيلاء الطلاب الدارسين في الخارج كل الرعاية والاهتمام والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل حالة جميع الإشكاليات والصعوبات التي تواجههم وفي مقدمتها تسليمهم لمستحقاتهم المالية المتأخرة عن الفترات الماضية. لوحت ميليشيات الحوثي بافتعال أزمة جديدة في المحروقات بمناطق سيطرتها تحت مزاعم عرقلة دخول السفن إلى ميناء الحديدة، وذلك بالرغم من اعتراف شركة النفط الخاضعة لها في صنعاء بدخول 33 سفينة نفطية خلال أشهر الهدنة إلى مناطق سيطرتها. عقب افتعالها أزمة في غاز الطهي قبل أيام في مناطق سيطرتها، لوحت ميليشيا الحوثي بافتعال أزمة جديدة في المحروقات تحت مزاعم عرقلة دخول السفن إلى ميناء الحديدة. التلويح جاء عبر وسائل إعلام الانقلاب وعلى لسان المدعو عصام المتوكل المعين كمتحدث باسم شركة النفط في صنعاء، مبررا ذلك بمزاعم عدم دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، علما باعترافه قبل أيام بدخول 33 سفينة نفطية خلال أشهر الهدنة إلى مناطق سيطرتهم. من جهته اعتمد المدعو حسين العزي المشرف على خارجية حكومة الانقلاب مبررات المتوكل بتعليق مشاركة جماعته في المفاوضات مع الحكومة الشرعية التي ترعاها الأمم المتحدة في الأردن. في سياق متصل كشفت مصادر نقابية بشركة النفط في صنعاء عن مخطط جديد تعتزم قيادات في الميليشيات تنفيذه في الأيام المقبلة بالتعاون مع تجار نفط موالين لهم، ويهدف إلى زيادة معاناة اليمنيين. وتوقعت المصادر أن يبدأ المخطط أولا بافتعال أزمة وقود في صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم قد تستمر لفترة محدودة ثم ينتهي برفع أسعارها، مشيرة إلى مواصلة الميليشيات عقد سلسلة من الاجتماعات في صنعاء متعلقة بذات الموضوع. الميليشيات ولغرض تمرير المخطط أجبرت مصلين وحسب المصادر في عدد من مساجد صنعاء ومناطق سيطرتها على إقامة سلسلة وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة الماضية لإفساح الطريق أمامها لاستكمال تنفيذ ذلك المخطط. وجاءت الترتيبات لفرض جرعة سعرية جديدة متزامنة مع اتهامات وجهها مؤخرا أحدث تقرير اقتصادي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بمواصلة استغلال الانقلاب المواطنين في مدن سيطرتهم بأسعار الوقود المرتفعة ثم إلقاء اللائم على التحالف العربي، فيما كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم لندر كينغ قد قال في وقت سابق أن تلاعب ميليشيات الحوثي بأسعار المحروقات يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
التقى محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي الهيئة التنفيذية للمجلس العام لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة، وأشاد الثقلي بالمواقف الوطنية للمجلس العام لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة وحرصهم الدائم لمساندة جهود السلطة المحلية الرامية إلى تحسين الأوضاع الخدمية وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدا عزم السلطة المحلية على مشاركة المكونات السياسية والمجتمعية للتشاور في القضايا ذات الأهمية الوطنية. بحث وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن إجراءات إنشاء صندوق ضمان تأمين لتخفيض أقساط التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية. كما ناقش اللقاء الجهود التي بذلها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مع ائتلاف شركات التأمين والتي سبق وأن وافقت على هذه الترتيبات من ناحية إنسانية، وبما يتطلب عقد صفقة تجارية لخفض الأقساط التأمينية وعودتها إلى وضعيتها السابقة كما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأخيرة في العام 2015. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بتمويل من دولة الإمارات البدء بمشروع الصالة الكبرى متعددة الأغراض بكلية الطب في جامعة حضرموت. جديد أهلا بكم. وضع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي حجر الأساس لمشروع الصالة الكبرى متعددة الأغراض بكلية الطب جامعة حضرموت والممول من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن سلسلة الدعم المتواصل للأشقاء لجامعة حضرموت. عطاءات الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة تتوالى. محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وضع حجر الأساس لمشروع الصالة الكبرى متعددة الأغراض بكلية الطب جامعة حضرموت بتمويل من دولة الإمارات. هذه القاعة متعددة الأغراض لتضيف إلى تاريخ هذه الجامعة إرث على تاريخها العريق، وأيضا لتضيف أرث أيضا للداعمين وهي دولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تبخل بما هو أغلى وأنفس من هذا الدعم. هذا المشروع تبلغ مساحته 800 متر مربع بالإضافة إلى مكاتب إدارية وملحقاتها ضمن سلسلة الدعم المتواصل للأشقاء في الإمارات لجامعة حضرموت عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. شكري لدولة الإمارات العربية الشقيقة ليس على هذا الإنجاز فقط، على كل ما تقدمه للتنمية وإعمار اليمن بشكل عام ووقوفها مع الشعب اليمني في هذه المحنة. شكري لعمادة كلية الطب على جهودها المبذولة من أجل تطوير هذه الكلية بدءا من هذه القاعة، وإن شاء الله خلال الأشهر القادمة نشوف إنجازات أكبر وأكبر. المحافظ بن ماضي طاف بأرجاء كليتي الطب والهندسة واطلع على سير الامتحانات في الكليتين، كما وضع حجر الأساس لمشروع البئر الارتوازي لمجمع الكليات في منطقة فلوك. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. أقيم حفل افتتاح أكاديمية بي بي سوفت للتدريب والاستشارات كأول أكاديمية تدريبية متخصصة بتقنية المعلومات في عدن برعاية من السلطة المحلية. برعاية السلطة المحلية بعدن أقيم حفل افتتاح أكاديمية بي بي سوفت للتدريب والاستشارات كأول أكاديمية تدريبية متخصصة بتقنية المعلومات في المدينة.
نحن كسلطة محلية نتعهد بأننا سنكون داعمين ومشجعين ونقدم جميع التسهيلات. لدينا برامج أيضا كسلطة محلية سنحاول أن نشترك مع الأخوة في الأكاديمية وغيرها من المنظمات المجتمع المدني أو أي جهات متخصصة ممكن أن تفيد البلد وتتضافر جهود من أجل نهضة هذه المدينة التي بحاجة إلى كل الجهود، سواء سلطة محلية، حكومة، منظمات المجتمع المدني، جهات معنية متخصصة. نقول لهم ألف ألف مبروك ونحن كلنا إلى جانبكم بإذن الله. يعني أنا أذكر في كورونا لولا التكنولوجيا لكانت تجمدت جميع من الأعمال التجارية والاقتصادية. بسبب التكنولوجيا والنت تواصلت الناس بينها البين، مع العلم أنه كان ما في حد يروح مكتب ولا يكتب، وهذا شيء طيب ونحن الآن نأيده وندعمه ونتمنى أن تستكمل جميع المراحل ولجميع متطلبات هذا العمل من كهرباء وبنية تحتية. شركة بي بي سوفت المتخصصة في تقديم الحلول البرمجية والخدمات التقنية والمحاسبية ستعمل على فتح مجال واسع لبناء جيل من المبرمجين والمطورين عبر فتح باب التدريب والتأهيل والتطبيق في الأكاديمية تحت إشراف طاقم برمجي ذو خبرة واسعة، وكل ذلك من أجل تعزيز الثقافة التقنية. يتم تدشين أكاديمية مثل أكاديمية بي بي سوفت للتدريب والاستشارات متخصصة في مجال تقنية المعلومات، هذا شيء حلو، هذا شيء جيد، بحيث أن تعتبر أول أكاديمية متواجدة في عدن متخصصة في هذا المجال. فليش أنا ما حاولش أن أنا أتمسك فيها؟ وإحنا ما نقولش أنه دي الأكاديمية لو ما تفتحش أكاديمية تانية، لا، أي حد قادر أن يكون هناك في تنوع متخصص أهلا وسهلا، السوق مفتوح. حاولت أبحث عن أكثر من فرصة لكن ما كنتش أحصل الجهة المانحة اللي تدعم هذه الفكرة، خاصة كطلابي، كحكومة شباب أطفال إيمان، كشباب عاديين نحاول نبحث نطرق كل الأبواب، ما كناش نحصل فرص متاحة لنا زي ما أتاحت لنا بي بي سوفت. فصراحة جهودهم تشكر عليها وشيء جميل أنه يكون معنا جهة تتبنى تدريب الشباب وعادة تأهيلهم خاصة في المجال التقني اللي هو مجال كل تطويره بشكل يتطور بشكل مستمر. ونظرا لحاجة سوق العمل للمتخصصين في مجال البرمجيات والحاسب الآلي ونظرا لشحة الموارد التقنية جاءت فكرة إنشاء الأكاديمية لسد الفراغ ما يسهم بتدريب عناصر وتأهيلها لمواكبة التطور التكنولوجي الذي تحتاجه المدينة. صالح حنش، الغريو المشرق، عدن. انخفضت حالات الإصابة بجدر القردة في بعض المدن الأمريكية الكبرى، الأمر الذي دعا الخبراء إلى التفاؤل بحذر. وأوضح بعض الخبراء أن الإصابات بدأت في الانخفاض استنادا إلى حد كبير بأن المناعة من العدوى السابقة والتغيرات السلوكية مع نمو الوعي بالمرض. ويذكر أن الولايات المتحدة سجلت ما يقرب من 17 ألف إصابة بجدر القردة. كثفت مدن صينية كبرى قيود مكافحة كوفيد 19 الثلاثاء، إذ أغلقت شينشين المزيد من الشركات، بينما فرضت داليان إغلاقا على ملايين السكان. وأغلقت لونغهوا وهي منطقة في شينشين يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، العديد من أماكن الترفيه وأسواق الجملة، وعلقت الفعاليات الكبيرة. وقالت السلطات المنطقة إنه يجب إظهار دليل على نتائج الاختبارات السلبية المتعلقة بكوفيد 19 في غضون 24 ساعة لدخول المجمعات السكنية. نهاية النشرة، للمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.